السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيك يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. في فيديو النهاردة ان شاء الله هنعمل أكلة جميلة جدا. طبعا احنا متعودين دايما ان احنا نعمل بطاطس بالفراخ او بطاطس باللحمة. النهاردة بقى انا هعمل بطاطس بالبط. انا بفضل البطاطس بالبط اكتر من البطاطس بالفراخ والبطاطس باللحمة، تبقى طعمها جميل جدا. اول حاجة انا بخرط البصل في الكبة، هخرط البصل في الكبة وهرجع لكم تاني. كده شكل البصلة بعد ما فربتها في الكبة. انا دلوقتي حاطه حلة على النار وحطيت فيها شوية زيت صغيرين، هنزل بقى بالبصل في الحلة. كده زي ما انتم شايفين البصلة على النار عامة، البصلة بتصفر كده، هنزل بقطع البط، هقطع البطة وارجع لكم تاني. وكده بعد ما قطعت البطة زي ما انتم شايفين، كل واحد بقى بقطعها حسب رغبته، مثلا 4 قطع 6 قطع زي ما انتم عايزين. انا دلوقتي بقى هنزل بالبطة في الحلة على البصلة. انا يعني بستنى لما البصلاية يدوبها كده بتصفر، وبعد كده هضيف البط على البصل. دلوقتي انا حطيت البطة على البصل، بعد كده بعمل ايه؟ هحط شوية فلفل اسمر وشوية ملح وهغطي عليها، هتفضل حوالي ربع ساعة، وبعد كده هنزل بالطماطم. دلوقتي هفرم الطماطم في الكبة وارجع لكم تاني. كده فرمت الطماطم، هنشوف بقى البطة في الحلة. كل شوية بقى بنقلبها تقليبة زي ما انتم شايفين. طبعا انا بهدي عليها النار يعني في المرحله دي كده، وانا حاطه البط على البصل بكون مهديه النار، بتقعد حوالي ربع ساعه، وبعد كده بضيف الطماطم. يعني كده عدى حوالي 10 دقائق، كمان 5 دقائق وهضيف الطماطم على البط. كده بعد ما نزلنا بالطماطم هنفضل بقى مشغلين النار يعني تبقى وسط كده لعند لما البطه تدخل في السوا، وبعد كده بنحط البطاطس. احنا عارفين ان البطاطس ما بتاخدش نار، يعني لما البطة تقرب تستوي هنحط بعد كده البطاطس. هرجع لكم بقى لما احط البطاطس. وكده زي ما انتم شايفين شكل البطاطس في الحلة مع البط. هنشوف بقى شكل الاكل النهائي بعد ما البطاطس تستوي. وكده يا حبايبي الشكل النهائي للاكل. أتمنى الفيديو يعجبكم. أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.